الايام الجايه طبعا عيد، فكل الكلام ده بيبقى متوفر عندنا، فهنعمل اكله هي عراقي اسمها برده بلاو. البرده بلاو يعني ناس كتير قوي ممكن ما تبقاش عارفه الاسم، واحنا شغالين كده عشان فيها مكونات كتير. تعالوا نشوف مقاديرها وبعدين نشرحها واحنا شغالين. عندي معلقتين كبار سمنه، عندي بصله مفرومه، ورق لورا، وقرنفل، وحبهان، وقرفه، وكركم، وفلفل اسود حب، وعندي كمان لومي، ونص كيلو لحمه موزه او مكعبات او ضاني مسلوقه، وعندي نص كيلو رز بسمتي، وعندي كمان مرق اللحمه اللي احنا سلقنا بيها المرق بتاع اللحمه اللي احنا سلقنا فيه اللحمه عايزينه برضو نستخدمه، وعندي كمان ورق العنب مستوي. واليومين الجايين هنعمل ورق عنب مع بعض في العيد ان شاء الله. وعندي العجينه 4 كوبايات دقيق ورشه ملح وميه للعجن و3 معالق زيت. هقول مقادير مره كمان، عندي معلقتين كبار سمنه، عندي بصلايه مفرومه، وورق لورا، وقرنفل، وحبهان، وقرفه، وكركم، وفلفل اسود حب، ولومي اللي هو الليمون المجفف، وعندي كمان نص كيلو لحمه موزه او مكعبات او ضاني اي نوع لحمه عندنا مسلوقه، نص كيلو رز بسمتي، ومرقه اللحمه المسلوقه هنستخدمها واحنا بنفلفل الرز، ورق عنب مستوي، والعجينه هنعمل كمان 4 كوبايات دقيق مع رشه ملح مع ميه للعجن و3 معالق زيت. تعالوا بقى نعمل كده ايه خطوه خطوه عشان هي يعني فيها تفاصيل كده محتاجه ناخدها مع بعض واحده واحده. هقرب اول حاجه هعمله الرز. عندي مقدار الرز هشتغل فيه الاول، وبعدين عندي عجينه، وعندي كمان ورق عنب ولحمه، تمام؟ عندي رز، عندي عجينه، عندي ورق عنب ولحمه. اللحمه سلقينها، الرز هبتدي اشتغل فيه. ممكن ابدل بس هنا عشان ايه نبقى شايفين مع بعض. ناخد ام ياسين معانا، حط شويه زيت. ام ياسين، ام ياسين، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وانت طيبه يا حبيبتي؟ وانت طيبه يا جميله. بعد اذنك بس انا عايزه اسالك، عايزه اعرف في بديل لكريمه الخفق اللي هي بتاعه الحلويات؟ ولو في قولي لي. وانت من كام يوم عملتي اللي هو الكاراتيه البيتي؟ تمام. لما عملتيه بالذره الحلوه. الكاراتيه ولا الكاراتيه عملناه بدقيق الذره. الرقائق هي اللي هي المثلثات دي هي اللي عملناها بالذره الحلوه. بدل ينفع الذره الحلوه؟ ينفع. لو انا مش لاقيها ينفع؟ ينفع ينفع، مفيش مشكله خالص، ينفع نستبدل دي. طب وبديل كريمه الخفق؟ معلش بصي، الكريمه بتاعه الخفق بتاعه الحلويات ممكن نستبدلها بكريم شانتيه اللي هي البودره، مفيش مشكله. يعني ينفع نعمل ده؟ ايه يعني المقدار؟ هو يعني ما دي بتبقى بودره، اعمل كيسين كريم شانتيه مثلا؟ بالظبط. يعني الكيس ده هيديكي كوبايه كريمه او لبن ساقع. الكيس عليه مثلا نص كوبايه الميه اللي هي بتاعت الشاي دي، نص كوبايه ميه مثلجه. يعني الكيسين يعني بتبقى عليه كوبايه من الكريم شانتيه. الايه؟ الميه ايه؟ الميه بتبقى اقل من كميه الكريم شانتيه. بصي، الكيسين بتوع الكريم شانتيه اللي هم الصغيرين دول البودره هنحط عليهم كوبايه ميه مثلجه. وتتحكمي بقى، عايزه كريمه تقيله شويه لقيتيها تقيله شويه، عايزه تزودي شويه ميه تخففيها برده تمام، بس المهم يبقى ميه مثلجه، ميه ساقعه، ميه ساقعه قوي، تمام؟ ميه ساقعه او لبن ساقع، الاثنين ينفع معانا، خلاص؟ ده ممكن بيبقى اوفر كمان من كريمه الخفق بتاعه الحلويات، فده البديل اللي احنا نقدر نستخدمه. او بقى ممكن نعمل كريمه لباني بس مش هتتخفق، يعني لو عملناها بديل بيها في البيت، احنا عملنا البديل ده كمصنعات مش هنعرف نخفقه، مش هتبقى مخفوقه معانا، هنستخدمها مثلا في الحادق بس، تمام؟ فاحنا هنستبدلها بالكريم الشانتيه البودره، وهنحط عليها كوبايه ميه مثلجه، وهنتحكم بقى في تقلها وخفيتها. لو عايزه اخف شويه هزود ميه مثلجه اكتر من كده، مش عايزاها، عايزاها تقيله، يبقى هي كوبايه حلوه قوي على الكيسين. خلاص، عندي شويه زيت بقى هنا، هنزل بالبصلايه، بصلايه مفرومه، احط الليمون المجفف، احط الحبهان والقرنفل، ورق اللورا، والكركم، والقرفة، تمام؟ بصوا كل البهارات هحطها
مع البصلايه بتاعتي تتشوح. اهو شايفين القرفه والورق اللورا والقرنفل واللومي الليمون المجفف والحبهان والكركم اهو. حط بقى شويه الملح شويه الفلفل. حطيت ملح كتير عشان ده اللي انا هفلفل فيه الرز. تمام. وابدا انزل بالرز بتاعي، رز بسمتي ابيض او ذهبي مفيش مشكله خالص اهو بالشكل ده كده. تمام. واقلبه مع البصلايه والبهارات بتاعتي. تمام. ده الرز اللي انا هستخدمه في البردبلاو. في ناس بتحط عليه كمان لحمه مفرومه، بس انا هحط لحمه خلاص مكعبات. فايه عايزين تحطوا الاثنين برضو ممكن، بس هو كفايه نوع واحد لحم. اهو شايفين كده الرز تمام بالنسبه لي. هفلفله بقى بايه؟ يا بالمرقه بتاعه، هحط شويه من المرقه بتاعه اللحمه. بصوا دي المرقه بتاعه اللحمه هي هفلفل فيها الرز اهو. بصوا ده اللي احنا سلقت فيها، احط شويه واحط شويه ميه عشان المرقه عندي دي بتاعت ضاني ففيها دهون كتير، فهقوم مخففاها بشويه ميه سخنه خلاص، واقوم سايباها كده تستوي براحتها خلاص. اغطيها بس. ماشي هجيب الغطا بتاع الحلة اهو، اغطيه واسيب الرز كده يستوي. يبقى كده خلصنا من اول خطوه اللي هي الرز. هناخد بقى خطوه خطوه. عندي العجينه اللي انا هستخدمها، عندي 4 كوبايات دقيق، 3 معالق زيت، رشه ملح، وميه للعجن. اهو الدقيق عندي. انا عايزه اعمل عجينه عيش عادي خالص، مش عايزه اعمل عجينه يعني ايه فيها تفاصيل كتير. تمام. احط 3 معالق الزيت اهو، رشه ملح، واحط شويه ميه وابدا اعجن. اشوف بالتدريج هحتاج ولا 4 كوبايات دقيق ورشه ملح و3 معالق زيت وميه للعجن، هحطها بالتدريج ما فيهاش اكتر من كده اهو. بصوا هبدا احط كده الميه لحد ما تعجن معايا وتبقى تمام. تمام. بس ده كده تمام. انا زودت ميه شويه، معلش هزود شويه دقيق، واسيبها تتعجن كويس مع بعض. عايزه اعملها عجينه عيش، ما فيهاش خميره، ما فيهاش بيكنج باودر، ما فيهاش اي حاجه من الحاجات دي، يا دوب دقيق وميه وزيت. انزل بس على الاطراف دول. تمام. هزود فيها شويه دقيق عشان معلش الميه زادت مني. وبس على كده، ميه وزيت ودقيق ورشه ملح. انزل على الاطراف، اوقف وانزل الدقيق على الاطراف اهو. تمام. وابدا اعجن تاني. تمام. لحد ما الميه تتشرب تمام بتاعت العجينه عندي. حاضر. مين معانا على التليفون؟ ام رحمه. ام رحمه ازيك؟ ام رحمه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه حبيبتي. عايزين نعرف طريقه الكبده الاسكندراني. حاضر قولي لي ايه تاني. وام علي. ام علي. حاضر يا حبيبتي. احنا بكره كمان عاملين في الوقفه كبده الاسكندراني، عاملين فشه والكلاوي والكلام الجميل ده بتاع
بتاع العيد ان شاء الله بكره باذن الله هتلاقوا حلقه فيها كل الكلام ده، هتبقى حلقه حلوه قوي فيها الفشه والكبد والكلاوي والقلوب والكلام ده كله، وازاي نعملها مع بعض في البيت بطريقه سهله جدا. عايزه بس شويه دقيقه عشان افرد العجينه اللي عندي. العجينه بعد ما عجنتها المفروض اسيبها ترتاح، انا مش عايزه اشغل العجان تاني عشان نعرف نتكلم مع بعض، واسيبها ترتاح. طب ما فيهاش خميره، ما فيهاش بيكنج باودر، زي ما قلت لكم ما ينفعش عجينه اعجنها واقوم شغاله فيها في نفس الوقت، لازم اسيبها ترتاح شويه حوالي مثلا نص ساعه مش اكتر من كده وابدا اشتغل فيها. خلاص العجينه عندي ارتاحت بالشكل ده كده، هرش شويه دقيق. تمام اهو، هرش كده عشان عايزه افردها تبقى كل الحجم ده. تمام، اخد كده العجينه بالشكل ده وارش برده شويه دقيق كده وابدا افردها. العجينه مرتاحه معايا حوالي نص ساعه اهو. ابدا افرد فيها بالشكل ده كده، عايزاها كبيره عشان هقول لكم. انا عارفه انتم مش يعني في ناس كتير مش فاهمه هنعمل ايه دلوقتي، بس كله هيبان دلوقتي. هنفرد العجينه بالشكل ده. تمام، على قد ما نقدر نفردها، لسه فيها سمك تتفرد اهو. كمان اسلكها كده. تمام، وافرد تاني. العجينه بقى لو مش مرتاحه عمرها ما هتتفرد معايا بالسهوله دي، هفضل افرد والاقيها تمط يعني تكش تاني، افرد وتلاقيها تكش تاني، فلازم العجينه تستريح. اوطي بس على الرز ده. تمام، وبص بص على الجزر لسه. تمام خلاص، انا كده فردتها كويس جدا. هجيب حله ينفع تدخل الفرن، حله بقى ينفع تدخل الفرن، دي ممكن الحلل السيراميك كلها تقريبا بتدخل الفرن، يعني المفروض اللي يبقى ايديها يعني ما فيهاش العاج، الحاجات اللي هي تسيح ممكن معانا في الفرن. تمام، فادخل حله فيها حاجه استلس، ايديها فيها يعني تكون استلس ما يبقاش فيها عاج عشان ما تسيحش معانا في الفرن، او الحلل اللي هي السيراميك بيبقى كلها سيراميك حتى الايدين بتاعتها. تمام، هجيب حله كده عشان دي هدخلها الفرن، وهجيب فرشه، اخد فرشه تانيه احسن اهي، واجيب معايا سمنه وابدا معلقه سمنه كده ادهن الحله بتاعتي من جوه ومن الاطراف كلها اهو، كل الاطراف الجناب داير ما يدور كده لحد فوق. تمام اهو، الحلة بتاعتي كلها ادهنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص طيب، بعد كده اجيب بقى العجينة اللي انا عجنتها، اشيلها كده بالراحة، اسلكها الاول، بسم الله الرحيم، وابدأ احطها في الحلة بتاعتي. هجيب كده معلش عشان تبقوا شايفين، وابدأ احطها في الحلة بتاعتي وريحها كده عشان انزلها تحت، انا عايزه ابطن الحله بيها. الوصفه دي هتبقى حلوه قوي في حاجات العيد، وكمان تقديمها بيبقى شكله شيك قوي وحلو قوي في العزايم والكلام ده. بصوا انا بريح العجينه، ببطن العجينه الحله بالعجينه اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا يعني مش شاده العجينه اهي، شايفين خلاص اتبطنت كده، اريح العجينه وانزل العجينه وبالراحه كده عشان ايه ما تقطعش، بس لازم اكون دهناها سمنه. خلاص طيب، ادى بقى عندي شويه الرز مستويين، شويه ورق العنب، ينفع على فكره كمان الاكله دي مع بواقي الاكل اللي عندنا، لو عندنا شويه رز مش شرط يبقوا نفس
الطريقه اللي انا عملتها دي. ممكن تعملوا رز عادي اصفر بشويه كركم، ممكن تعملوا رز ابيض، مفيش مشكله خالص في الرز اللي احنا هنعمله. اهو عندنا كمان الرز ده خلاص اهو، شايفين؟ نبدا بقى، عندنا الرز، عندنا ورق العنب، عندنا اللحمه المسلوقه، لحمه مسلوقه كده برضو في كرفس وحبهان وورق لورا وشويه جزر وشويه طماطم كده وبصل، وهتتسلق معانا وهتبقى زي الفل وهستخدمها. عندنا لحمه محمره تنفع، عندنا لحمه، يعني عشان كده بقول لكم الاكله دي تنفع حتى في بواقي الاكل اللي عندنا. تمام، احط بقى شويه رز كده العجينه اللي عندي. تمام، ارص لحمه بالشكل ده كده اهو، زي ما انتم شايفين كده خلاص اهو. خلاص احط شويه ورق عنب، ورق العنب هنعمله ان شاء الله مع بعض ثالث يوم العيد، بس هنعمله بطريقه حلوه قوي، في كده حاجه اختراع شويه فيه. حط الثانيه في الفرن هني شويه بعد اذنك اهو كده بالشكل ده. نبدا نحط رز تاني ونعملها زي الطبقات كده، نحط ورق عنب تاني، يعني حطوا بقى الطبقات اللي انتوا عايزينها، ورق عنب، رز، لحمه كده بالشكل ده كده. ممكن اخد شويه من الرز اللي احنا لسه مسويينه، اخد بالمعلقه كده اهو. تمام اهو، اخد كده بالشكل ده كده. تمام، هي دي الفكره اللي احنا ايه، نحط الطبقات. بعد كده هقوم قافل عليها العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اقفل كده العجينه اهو بالراحه كده، اسلكها اهو. بصوا اعملها زي البقجه كده خلاص، انا دهنه من تحت سمنه. موضوع السمنه اللي من تحت ده يا جماعه مهم جدا جدا جدا، وابدا ادهنها كده من فوق برضو سمنه كده بسيط اهو. تمام، وادخلها الفرن. هتاخد قد ايه في الفرن؟ هتاخد على فرن 220 درجه، يعني نبقى مشغلين الفرن على درجة حرارة 220، هتاخد لها حوالي 40 دقيقة. خلاص هدخلها بقى الفرن، وعايزة اطلع بس الاولانية، ثواني اجيب بس فوطة هني، ممكن الفوطة نطلع الاولانية. ماشي شكرا، هطلع لكم بقى الاولانية اللي في الفرن وندخل مكانها دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وادخل الثانيه مكانها، بتاخد حوالي 40 دقيقه. هجيب حاجه كده اقلب فيها البرده بلاو اللي عندي اهي، مثلا دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، اقلب كده. بصوا بصوا بقى الجمال، نفتح بقى القنبله دي، نفتح بقى، بصوا نفتح بالشكل ده كده. اهو اهو، حلوه قوي في العيد، طريقه تقديمها مختلفه، من الحاجات اللي هتعجب قوي لو عازمين ناس ضيوفنا كده، شكلها كمان مبهر يعني اهي. بصوا شايفين
شايفين؟ بصوا اللحمة كمان مستوية ومهرية وزي الفل اهو. نبدأ بقى، بصوا شايفين ورق العنب، اللحمة، بصوا اللحمة دايبة ازاي اهي، شايفين؟ هاخد لك واحدة تانية، شايفين؟ بصوا بصوا مفيش يعني اللحمة، بصوا بتتشال اهي، ربنا يخليك. تمام اهي، نبدأ بقى نحط عليها كده ايه شوية حاجات خضرة كده هنا في الوقت ده. الله تسلم ايديكوا على التصوير. حط رشة كده بسيطة اخضر، اكسرها كده شوية، ممكن احط معاها ليمونية برضو هتبقى حلوة قوي مع ورق العنب كده، لو اديناها عصرة ليمونة تبقى من الحاجات الحلوة. ممكن كده اهو. تمام، هذه الباردة بلاو عندنا جاهزة حلوة جدا في العيد، طريقة تقديم مختلفة هتعجبكوا قوي وهتعجب ضيوفكوا، وفيها ميكس كده تنفع قوي في حاجات كمان بواقي الاكل. لو عندي شوية رز متبقيين، عندي شوية لحمة عايزة اعمل بيهم اكلة جديدة، احيل اللحمة اللي عندي شوية، عندي شوية ورق عنب متبقيين برضو بيبقى فيه شوية كده متبقيين في اخر اكل، ورق العنب ممكن لما بيباتوا يومين ولا حاجة محدش بيرضى ياكلهم، فنقدر ان احنا نعملها بالطريقة دي. اكل حلو قوي بجد، لازم تجربوه. هنطلع بقى فوق.